إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومسرة. تتواصل التحديات والانطلاقات من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، أحد أقوى وأشهر ميادين السباق في هذا العالم الساحر. إذن على بركة من الله وتوفيقه تعلن بداية وانطلاقة هذا الشوط، الشوط 23 لفئة الإبكار، ومع تحديات سن الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. تهانينا والناموس لجميع الأخوان الفائزين في الأشواط الماضية. أسير وانتقل مباشرة إلى المركز الأول، وأول من يفتتح النداء راهية على المركز الأول، صالح بن محمد بن مانع المري هو المسيطر على أول المراكز. المركز الثاني، ثاني المنطلقين وثاني التحديات، تفجير على المركز الثاني، جار الله بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي. والمركز الثالث، ثالث المنطلقين وثالث التحديات، أتابع القدوم والوصول على المركز الثالث، نهابة على المركز الثالث، سالم بن علي بن محمد بن سالم البطيني هو الواصل على المركز الثالث. والمركز الرابع، رابع المنطلقين ورابع التحديات، أتابع الوصول على المركز الرابع، من وصلت في هذه اللحظات على المركز الرابع، العنود بشعار عبيد بن عبد الله بن سعود الدرعي على المركز الرابع. والمركز الخامس، أتابع الوصول والقدوم على المركز الخامس، من انتقلت في دورها في هذه اللحظات إلى صدارة الشوط وإلى المركز الأول. هذه فزة، فزة من غيرت وانتقلت إلى الصدارة، بشعار مبارك بن سيف بن مصبح بن ساري الاكتبي، من انتقل بدوره إلى صدارة الشوط وإلى مقدمة الشوط، يقدم لنا فزة وانطلاقة فزة على مستوى أول المراكز. النقل على المركز الثاني، ثاني المنطلقين وثاني التحديات، الوصول والقدوم على المركز الثاني، هذه راهية على المركز الثاني، صالح بن محمد بن مانع المري على المركز الثاني، والقادمة في هذه اللحظات من الجانب الآخر، من انتقلت إلى الصدارة، الشاهنية بشعر علي بن شفيع بن علي الفهيد المري، من انتقل بدوره إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة، يقدم لنا الشاهنية وانطلاقة الشاهنية، ولكن فزة، فزة على المركز الثاني والقادمة على المركز الثالث من الجانب الآخر. أتابع القدوم على المركز الثالث في هذه اللحظات على المركز الثالث، اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات، من تتقدم على المركز الثالث، أتابع الوصول والقدوم على المركز الثالث. هذه الظبي بشعار هلال بن خميس بن عامر العمري، أول ظهور وأول نداء للظبي، هذه الظبي من انتقلت إلى الصدارة وإلى المركز الأول بشعار هلال بن خميس بن عامر العمري. والمركز الثاني، ثاني المنطلقين وثاني التحديات، الشاهنية تتأخر قليلا بشعار علي بن شفيع بن علي الفهيد المري. والمركز الثالث، فزة، فزة على المركز الثالث، المنطلقة على المركز الثالث، هذه فزة، فزة من تصلنا على المركز الثالث بشعار مبارك بن سيف بن مصبح بن ساري الاكتبي. المركز الرابع، يصل بن مانع على المركز الرابع، بن مانع قادم على المركز الرابع، يقدم لنا راهية وانطلاقة راهية، صالح بن محمد بن مانع المري والقادمة على المركز الخامس. أتابع القدوم، أتابع الوصول في هذه اللحظات، من وصلت وتقدمت في هذه اللحظات، الوصول والقدوم على المركز الخامس، هذه اللي وصلت على المركز الخامس، شواهين راشد بن بخيت بن علي بن مقارح القرح، من وصلنا على المركز الخامس. إذا نكتفي بهذا النداء للمراكز الأهم والأبرز في هذا الشوط، وأعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى الظبي، يا سلام الظبي، الظبي يا سلام، هي المنطلقة على أول المراكز بشعار هلال بن خميس بن عامر العمري، والقادمة في
هذه اللحظات. عوايد يا سلام، هذه عوايد سعيد بن سعيد بن مسعود النيادي في هذه اللحظات يغير مجريات الشوط وينتقل إلى الصدارة وإلى المركز الأول مع اللحظات الأخيرة مع اللحظات الكبيرة. الله 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 يا عوايد 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 انتقلت إلى الصدارة وإلى المركز الأول. وذكر الله يا هلا الأبكار، ذكر الله على عوايد. ومن هذه اللحظات أزف التهاني والتبريكات لمالك هذا الشعار سعيد بن سعيد بن مسعود النيادي، تهانينا له ألف مبروك على حصول عوايد بالمركز الأول. وليعبر السلام إلى أبناء رماح من حقق الفوز والانتصار في هذا الشوط المركز الثاني، من وصلت على المركز الثاني. وصلتنا على المركز الثاني شقا راشد بن علي بن سالم الدعية، من وصل على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث سمحة راشد بن ضعيف بن حمد الاجتبي، والمركز الرابع من وصلتنا على المركز الخامس تحية بشعار حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري. إذا المشاهدين الكرام نعود بالتهنئة لمالك عوايد سعيد بن سعيد بن مسعود النيادي من حصلت على المركز الأول. والتوقيت الزمني 6:21 7 أجزاء من الثانية. المركز الثاني من وصلت على المركز الثاني شقة من حصلت على المركز الثاني بشعار راشد بن علي بن سالم الدعية، والتوقيت الزمني 6:26 بالوفاء والتمام. المركز الثالث من وصلت على المركز الثالث في هذه اللحظات المركز الثالث من وصلتنا على المركز الثالث بن صوغان علي بن عبيد بن عبد الله العامري من حققت المركز الثالث، والتوقيت الزمني 6:27 4 أجزاء من الثانية. إذا المشاهدين الكرام نعود بالتهنئة لمالك عوايد من حصلت على المركز الأول.